السلام الله تعالى وبركاته. مرحبا مرة أخرى مع الكوزين عمر عمريسان. جيت أتقاسم معكم في هذا الفيديو واحد تحلية اقتصادية وباردة، خصوصا في فترة الصيف. إنسان تقلب على شي حاجة تكون باردة وتكون خفيفة، خاصة يعني في العشية وبحال هكاك في يعني مع حرارة، في الناس تقلب شي حاجة منعشة واقتصادية. جيت نتقاسم معكم هذا الفيديو هذا، ان شاء الله تكون رقكم واحدة التحلية وهي بشكل سريع واقتصادية. التحلية هذه غتكون فيها إترو ديال الحليب، انا نقول لكم عندنا إترو ديال الحليب، عندنا مايزينا، عندنا السكر، عندنا لي باغيت. طيب باغيت على حسب الذوق على حسب النكهة، عندنا التزيين، عندنا واحد موز البنانة، وعندنا الشوكولاتة، وعندنا أجنة صحة الذوق واحد قبصة ملح كما تشوفوا. قبصة ملح يعني شي حاجة صغيرة، ما تكونش بزاف. على بركة الله، شوية نزيدو المايزينا، عندنا تقريبا 4 معالق ديال المايزينا، عندنا حليب الكاكاو تقريبا 3 4 على حسب حسب حجم العائلة، على حسب عدد العائلة الأفراد، لكن ما كثر زيدو شوية، كان إلا كان قل قلو شوية. عندنا تقريبا 4 معالق ديال السكر، نزيدو شوية فانيا مع أجل يعني تعطي واحد النكهة. قبصة ملح، نجمعو الخليط، جمعنا الخليط تنديرو على النار هادئة حتى تطبخ، يعني الكريمة تعقد شوية نحيدوها، ولكن مع التحليق المستمر، مع التحليق المستمر باش في القاع ديال الكاسرونة أو ما تلصقش وما تحرقش من تحت. إذا من بعد ما خلينا التحلية ديالنا ترجع الكريمة، تنبداو حنا نغطسو البسكوي، خذ البسكوي تنغطسو، هذا مخلوس هي غا يلصق شوية. أول حاجة تنديرو التفريسة من التحت بهاد الطريقة هادي، والبسكو هذا على كل واحد حسب النكهة، لأنه هو تعرفي بأنه عندو بزاف ديال النكهات، كاين الشكولاط، كاين ديال الفاني، كاين عندو بزاف ديال النكهات، كلو على حسب السكر، ماشي مشكل لا بدغش يكون بحال هاد النوع هذا، هاد النوع هذا يعني هنريس عادي يمكن لك تخدمو به، أو دير الشكولاطة هو مزيان تفرشو به. غنغطسو ما نحاولوش بزاف كاع، إنما فقط نغطسو نشدمو ونخليو لتحت لاباس ديال المول. نخليو هاد الجانبات، نجيبو هداك الكوكا ديالنا، لأن كما تشوفوا من بعد تعقد لينا بهاد الطريقة هادي كما تشوفوا. مباشرة تنزيدو كما قلت لكم طرف هاد النص ديال الشكولاط، الشكولاط يعني النص باكية، كلها على حسب كل يدير على باكية وعلى حسب كتبغاه، كل تيبغي السكر بزاف وكل يبغي قل على حسب. إذا خليه يدوب مع هاد الشكولاطة باش يعطي هاديك النكهة ديالو، تنخلطو، نزيدو كما قلنا سالفا هاديك معلقة ديال الزبدة لا تعطي هاديك اللمعان مزيان، تعطي واحد النكهة وحتى اللمعان تعطي اللمعان للشكولاطة. مع الإستمرار في
تحريك مزيان، حركو مزيان باش ندمج هذاك الشوكولاط والزبده مزيان مع الخليط بهذا الشكل هذا. غادي تشوفوا صافي تيجمع، نجمعوا الشريط ديالنا. هذه الطبقة الأولى، نجي للطبقة الثانية. سوي مزيان 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 بحال شكل طارت، قادو مزيان ماشي شي طالع شي نازل باش يكونوا مزيان لي بسكول يكونوا مساويين. تستمروا في العملية، تنقصوا عاوتاني شوية الدم، تجيو في الطبقة الثانية. صدقوني تيجي رائع رائع رائع، يعني واحد البسكوت يكون زعما يا سلام. تستمروا بعد ما في الطبقه الثانيه والثالثه. اذا من بعد ما قطعنا هذه تجو على حسب النكهة، كله على حسب يعني اختياري، تاتي الفريز كل تيدير بوعويد على حسب النكهات. انا عزيز عليا هذا علاش، لان مع الشوكولاته يعطي واحد النكهة خاصه. نصفوه بشكل الطريقه هذه وحنا تستمروا بالطريقه. تنديرو لاكريم كريم ديالنا كطبقة ثانية، نحاولو نبسطو مزيان بالطريقة هذه. وتكون هذا الشكل الأخير كطبقة ثالثة. تستمروا فوق. إذا من بعد ما انتهينا من السفينة ديال الكوك، قدنا على حسب البسكو مع قدنا مع الشوكولاط وقادينا تنديرو تجي مسألة مرحلة ديال التزيين، تنديرو المجنة وشي الكاكاو مهرمش أو على حسب أو كاكاو اللي شكل فيلي بحال كما تشوفوا، تنظروا بالجناب هي تجي رائعة رائعة رائعة. بالنسبة للإنسان زواق على حسب الذوق واش بغى الطريقة ديالو في التزيين. انا درت هنا الكاكاو وهاد الشعريه كما تشوفوا، شعريه يعني شكل الشوكولاط اللي حلوه. وتكون هذا هو الشكل النهائي.
لا الطارطة يعني تتبقى في نحطوها في الثلاجة يعني لمدة تقريبا نقولوا 20 دقيقة بحال هكا باش تبرد شوية، ونقدموها للأعزاء المشاهدين ديالنا. وهذه هي التحلية باش تشوفوها من التحت، التحلية هذه رائعة تما تجيكم إن شاء الله، وهي يعني باردة وتتكون على كات باردة، أي تجي تقريبا المد الأفراد تقريبا 6 يعني 8 الأفراد يعني درنا في هذا المول هذا مربع، يمكن لك ديروها في المول كبر منه على حسب كما تنقول عدد أفراد العائلة. المقادير اللي عطيتكم هادو تشتوها على حسب المقادير ديال الأفراد ديال العائلة. ثم ناخوكم هادي و تتلقاو إن شاء الله في مناسبة أخرى وأمسية سعيدة.